وزير الحكم المحلي خالد القواسمي من ممثل مكتب الاتحاد الأوروبي جان جيت روتر اليوم عداة للنفايات الصلبة من مشروع الاتحاد الأوروبي لمجالس الخدمات المشتركة خلال حفل نظم في بتونيا غربي رام الله. وقال القواسمي إن المشروع الذي تحقق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي يساهم في تعزيز وتقوية نظام قطاع النفايات الصلبة الذي يحظى بأهمية ومتابعة حثيثة من قبل السلطة الوطنية. أكد كل